تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لزيادة انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة، انتهت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني من أعمال مشروع توسعة تقاطع شارع المطار وشارع الشيخ سلمان ضمن الحزمة التحسينية الثانية لتخفيف الازدحامات المرورية عند بعض التقاطعات على شبكة الطرق. وقال سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن أعمال التوسعة تضمنت تنفيذ مسار إضافي للانعطاف يسارا عند تقاطع شارع الشيخ سلمان مع شارع المطار بمجمعي 203-207 بالقرب من مركز المحرق الاجتماعي لرعاية الوالدين بمحافظة المحرق. أعمال التوسعة تنفيذ مسار إضافي للانعطاف يسارا عند تقاطع شارع الشيخ سلمان مع شارع المطار بمجمعي 203 و207 بالقرب من مركز المحرق الاجتماعي لرعاية الوالدين بمحافظة المحرق. سيساهم هذا المشروع إن شاء الله في زيادة الطاقة الاستيعابية على شارع الشيخ سلمان بنسبة 75% وخفض زمن الانتظار على التقاطع مع شارع المطار بنسبة 25%. طبعا المشروع يخدم أهالي المنطقة ويلبي احتياجاتهم للوصول بسرعة إلى تقاطع جسر الشيخ عيسى ومركز المحرق الشمالي، بالإضافة إلى تسهيل الحركة المرورية لمرتادي سوق المحرق طبعاً، وراح يكون الافتتاح قريب إلى وتحقيق رغبات الأهالي للتنقل بين ضواحي المنطقة بكل سهولة.